كمواطنة تونسية ومرأة تونسية حقك مضام في البلاد؟ أنا مرأة تونسية صحيح، ونخاف ربي ونصلي ونعبد في الله. وقلت لك أنا راجلي مات توفى، خلالي لا دار ملك لا شهرية، عايشة بحباب ربي كالوجه يعاونوا فيا باش نخلص كراية. منين باش نخلص كراية؟ ما كانش مع ربي يعطوا فيا حبيبات ربي، ما عنديش باش نعيش، لا عندي شهرية لا عندي دار ملك، ما عندي شيء. حباب ربي يعاونوا فيا باش نخلص كراية باش نجري على روح، معناها نوقف أنا نمشي الحاجة نلقاها ب 15 نافع أقل حاجة، نمشي للعطار الزيت ما يعطوكم بالمعارف، الخضر الغلي زيت بالمعارف بالمعارف، تجي تاخذي دبوزة زيت جارته وحبيبته باش يعطيها لك، ما فماش ما يعطوكش. تموتي غاديك بالمعارف ناخذ دبوزة زيت، نمشي للخضرة نلقاها الغلاوة الكلية، وأنا قلت لي ما عنديش مصروف، نكسب مصروف 5000 فرنك، باش ناخذ به أنا؟ ما نخلطش حتى على الدجاج ما نخلطش عليه. 15% يضحك عليك يا ربي، يقول لك 15% باش تاخذي، ب 2000 باش تاخذي دجاج، يا بخسك يقول لك بري. عيشة ما فماش، ربط السلك ب 500، أقل حاجة كيلو تفاح يقول لك ب 3000 4000، وين هي العيشة في تونس؟ تونسية صحيح ونعرف ربي ونخاف ربي، أما اقتني الشر، اقتتني العيشة ما فماش كون يصرف عليا، ما عنديش كون يصرف عليا، أختي راجلي 100 راهو، كاري 200 دينار نبدا نخمم باش نخلصك الكراء. ما عنديش مال. يصبر عليك الكراي ولا؟ ها؟ يصبر عليك الكراي ولا؟ يصبر عليك كراي مالي انا ما تقدر ساكنه عندها من الفيريس التخل هذايا المرضى هذايا التخل كي نقول لك تسالني عام ما خلصت كراع مليون فوق مليون ثاني ولا 800000 السلام لك قالت لي السماح ما عندك مناش تخلصيني انت كي تعطيني 200000 راكي مراه راكي مراه ساعه ساعه تطلع عليا تلقاني انك في شويه صلاه ولا في معقرون حاجه تسخف عليا تولي تطلب في الكراع ما عادش كي دخل العايمات الاخرين هذاك اول ما تخل في توا ساعات قولي مساج كي تلقي 200 دينار تخلصيني يا ربي لك الحمد ما لا وش عليك وانا ما عندي منين لا وجه عليها بربي 200 دينار وانا مرة بطالة منين باش نجيبهم نلم فيهم حبيبات ربي ما نكذبش عليك خلصك الكريان صح ما ربي نشكره ونزيد هي مسكين تجي تطلع علي زيد تعاوني علي هذاك حال ما عندوش دار ملك وما عنديش راجل يصرف عليا وحتى كي حنا عليه حباب ربي تحنا عليه راه ما عنديش شهرية بها هي ما عنديش راجل معايا ما عنديش دار ملك نستحمد ربي اللي يعاونوني حتى عندي صغيرات كل واحد لاهي في روحه عندي صغيرات صحيح ما معرسين كل واحد في بلاصه يسكن يعاونوا اولادهم في القراء في المكاتب في كراوياتهم مش باش يعطوني لي انا يعاونوني انا نعيش وحدي براسي كي نمشي نطلع عليهم هي البنا ما فيهم كي تعاونني تعطيني 5000 ولا قداش راهي امراه كلهم كريم مساكن بالنسبه لولايد واحد مسكين تحطم اهو يخدم بلاش لا شهريه لا حق الضربه اللي عاطوه هانو دمدم وليد يوصل للموت يا ربي لك الحمد. ان شاء الله ربي يعوضكم خير. ان شاء الله عايشك. يا عايشك. عايشك ربي يطول في عمركم وجا ربي سامحوني وسامحيني عايش بنتي الغالي وصلي لنا كيك خلت تشفر في جون الناس والحقوق نخليها تخدم قدام ربي يهبطوش علينا الاسعار شويه ويعاونوش الفقراء. اما راني انا بالنسبه لي انا لا راجل لا دار ملك لا عندي شكون يعطيني عندي احباب ربي تعاوني الله يعينهم ويشيلهم في مد ايديهم اللي يعاونوني انا خاص. هما ياخذ ان شاء الله يخزروا لي ان شاء الله اللي يعاوني انا ان شاء الله يعينهم ربي في صحتهم وفي ولادهم وفي صغارهم. وين تسكن؟ نسكن تحت القنطرة تحت بحذا البوسطة في سوق ليبيا. من جهة تابوبي. من جهة تابوبي. بحذا البوسطة وين اللي سي في سوق ليبيا. باهي يعني اللي يجي غاديك يصل عليك يعرف يعرفوني من جهة تابوبي. يا هاو كمان. شكون؟ هذه نتاع بنتي تسكن بعيد عليا شوية. بعدين اتصل بها كان بالتليفون خاطر ما عنديش لا نمشي لهاش ديما وهي زادة مسكينه لا راجل لا شيء عندها صغيرات وظروفها تعبه مطلقه حالتها حليله لا نفقه لا حتى شيء ساعات تطل عليها ونطل عليها باهي معناتها النمرو هذا نجم تحصلوا عليك انت من تحصلي عليا به